السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعين قناة الأستاذة مزين لمادة الاجتماعيات. اليوم إن شاء الله رانا مع تلاميذ السنة الثانية متوسط. كل من يبحث على قائمة المصطلحات الخاصة بالفصل الأول في مادة التاريخ يجدها هنا في هذا الفيديو. المصطلحات الخاصة بالمقطع الأول كما راكم تلاحظوا هي عنا الوثيقة التاريخية، عبارة عن مستندات معاصرة للتاريخ المراد دراسته، توثق معلومات هامة. صحيفة المدينة هي وثيقة كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة، تنظم مجتمع المدينة. محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وآمنة وأمه آمنة بنت وهب. ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 ميلادي. عاش يتيم الأبوين وعرف بالصدق والأمانة والأخلاق الفاضلة. البيعة هي العهد على الطاعة والسمع للمبايع في غير معصية وفي العسر واليسر، وتفويض الأمور إليه مثل مبايعة أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة. يثرب هو الاسم السابق للمدينة المنورة قبل الهجرة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة أول مدينة إسلامية، عاصمة إسلامية أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار هم أهل يثرب الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام. المهاجرين هم المسلمون الأوائل الذين آمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه من مكة إلى المدينة. المرتدون هم الذين ارتدوا وخرجوا من الدين الإسلامي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاربهم أبو بكر الصديق فيما يسمى بحروب الردة. مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام وأول مسجد بني في المدينة المنورة. أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الأول. نروح إلى الجزء الثاني من المصطلحات. عندنا الأوس والخزرج أحد قبائل المعروفة في يثرب، وعرفت بالخلاف القائم بينهم إلى أن أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. تحرير الرق، إلغاء العبودية، تحرير الموبقات، تحرير الكبائر والمعاصي وعظم من الذنوب. الطائفة جماعة الخلفاء الراشدين، والراشدون هم خلفاء المسلمين الأوائل الذين تعاقبوا على إمارة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. نظام الحسبة هو مراقبة الأسعار وضبط الغش في عهد الخلفاء الراشدين. الخراج هو ضريبة سنوية تفرض على المسلمين على حسب ثرواتهم، أما الفقراء فهم معفون منها. الدواوين هو المكان الذي تجتمع فيه الكتب والسجلات، أو الموضع الذي يحفظ فيه كل ما يتعلق بالحكم. الحاجب منصب إداري مهمته إدخال الناس على الخلافة حسب مقامهم. بيت الحكمة هو أول دار علمية أسست في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. سقيفة بني ساعدة، سقيفة تقع في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي في مساكن قبيلة بني ساعدة، حيث اجتمع المهاجرون والأنصار للتشاور حول خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزية ما يعطيه أهل الذمة من مال، يعني غير المسلمين، في مقابل حمايتهم
والدفاع عنهم. هذه هي المصطلحات الخاصة بالفصل الأول لتلاميذ السنة الثانية متوسط، أنا وفرتها لكم هنا على شكل الفيديو، لكن موجودة في كتابي، أكيد في كتابي الخباش هوليك، كتاب الخباش لسنة الثانية، موجود في كل ولايات الوطن. إذا حبيت تشريه وإذا ما حبيتش هاني وفرت لك في هذا الفيديو، ما عليك غير تكتب عليهم. وما تنساش تقدر تتحصل على المصطلحات في صفحتي على الفيسبوك اللي تحمل نفس اسم القناة الأستاذة مزين، وزيد لها مزين بالفرنسية أمامها، ولا تروح على حسابي على الانستغرام وكتب بروف تيغي مزين. بالتوفيق للجميع.